المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. مرتبة اللباد ومراتب الدين ككم إذا وحوي مرتبة إيمانك. ما هو الإيمان؟ إيمان قمحوية. الإيمان هو قول باللسان، تقول بلسانك لا إله إلا الله مثلا. إيمانك هو حوي قف ورواق عربك لا إله إلا الله، وتعتقد بقلبك، يعني هذا اللي تقول بلسانك الباطن يوافق الظاهر. هدنا أد اعتقادي سيد وحد كل رواقي أد قلبك كاعتقادي سيد. نعم، ولابد أن تعمل بهذا الذي تقول وتعتقد، تعمل بقلبك كالمحبة مثلا، وتعمل بجوارحك كالصدقة. وحنا قصبه إن كل قنتين وحي العرب ورغوا قضي قلبنا كاعتقادسي سدا محبة أما جعيلك أوكلاته أما أعمل فشيد جوارح هذا سدا صدقة أوكلاته. نعم، يزيد وينقص. إيمانك وانا الزيادة وانا نقصامة. قول باللسان عرب كلها إيراهدو، واعتقاد بالقلب قلبي ولا اعتقادي، وعمل القلب وعمل الجوارح عملك او شكو عمل فلاح هي جوارح ذو اكو عمل فشل. يزيد وينقص ايمانك وانا الزياده وانا النقصان. اركان الايمان سته، اركان تامتيرك ايمانك والح. اذا لابد في الايمان من هذه الامور الخمسه في التعريف، اما اركان الايمان سته والله اعلم. وحا خسبه الرماس ان شو شيغني مركي ايمانك لا تعريفنايو تيرركي سنة والح والله أعلم.